السيسي يؤكد لوزير الخارجية الألماني ضرورة التوصل إلى سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل. مصر تستضيف للمرة الأولى فعاليات التدريب المشترك ضلع العرب الأول. تركيا تواصل انتهاكاتها وتقتل 4 أكراد في قصف على عين العرب السورية. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. والبداية مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور مع ألمانيا بما يساهم في المزيد من التقارب في رؤى البلدين إزاء الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال استقباله لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أكد السيسي الحرص على الاستفادة من الخبرات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والدقة في مختلف المجالات خاصة التعليم. كما أكد الرئيس أهمية الدفع قدما بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين ينهي الصراع بشكل دائم. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، لا سيما في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأكد السيسي خلال استقباله وزير الداخلية الألماني أكد ترحيبه بالتعاون القائم بين البلدين في الاتفاق الأمني، مشيرا إلى أهمية تكثيف التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتوفير المعدات. من جانبه أكد وزير الداخلية الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر للحفاظ على استقرار المنطقة، مشيدا بإجراءات مصر في وقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها وتحقيق تقدم ملحوظ في مكافحة الإرهاب. كما التقى رئيس السيسي بمقر إقامته في برلين وزير النقل والبنى الرقمية الألماني أندرياس شوار. وأكد الرئيس خلال اللقاء تطلع مصر لتعزيز التعاون مع ألمانيا للاستفادة من خبراتها الرائدة في تحديث قطاع السكك الحديدية، فضلا عن التعاون في مجال تطوير نظم النقل المتكاملة متعددة الوسائط والذكية والصديقة للبيئة. من جانبه أكد وزير النقل الألماني حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات. هذا اللقاء الهدف منه أولا التعريف بما يحدث في مصر لكل الأصدقاء الموجودين وكل رجال الأعمال الموجودين، حتى اللي هم ساهموا بمشروعات في مصر خلال 4 سنين اللي فاتوا. ألمانيا اللي دايما دائما تقف حقيقة بجانب مصر، وأنا شفت من رجال الصناعة الألمان اللي أنا تعاملت معهم شخصيا مدى التقدير ومدى الاستعداد للتعامل والتجاوب بشكل إيجابي معنا. تواصلنا مع شركة سيمنز، وانا بتكلم على التجربة وعلى قد ايه كانت رائعة وقد ايه الفكرة ما كانش مشروع من جانب شركة ألمانية مشروع كبير في مصر، لا، هي حجم العطاء اللي تم تقديمه في المشروع وايضا من خلال التدريب المهني واعطاء الفرصة للشركات المصرية اللي موجودة ان هي تتشارك في هذا المشروع الضخم. تم عمل 3 محطات العملاقة دول
ثم كمان دخلنا في برنامج لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية والغاز في مصر. الشركات الألمانية بتعمل معنا وإحنا لدينا لها ثقة كبيرة جدا جدا، وبنشكر كمان الحكومة الألمانية على دعمها لينا وعلى الشركات العاملة في مصر. شكرا جزيلا وأهلا بكم في مصر. شكرا جزيلا. وللمزيد حول زيارة السيد الرئيس لألمانيا ينضم إلينا هاتفيا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. هناك 5 اتفاقيات وقعت بين الإدارة المصرية والألمانية في وقت زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا، ما هي أهم هذه الاتفاقات وكيف ستعود بالنفع على الدولة المصرية؟ اتفاقات 5 في سلسلة طويلة وتاريخية من الاتفاقيات المستمرة، ويظللها اتفاق مظلة واتفاقنا للمشاركة المصرية الأوروبية التي عقدت بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مقدمتها ألمانيا، وتنظم كل جوانب العلاقات. لكن الآن نحن ندخل في التفاصيل في مجال الطاقة وإنشاء محطات للطاقة بالرياح على البحر الأحمر، إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة بالخلايا الشمسية وستكون الأكبر في العالم، التعليم حظي باتفاقية أيضا لمساندة التعليم العام ومساندة التعليم الفني، ولنا مع ألمانيا تاريخ في هذا منذ اتفاقية مبارك كول. أيضا هناك العديد من النواحي التي تم الاتفاق عليها، ولا شك أن متابعة هذا على المستوى الرئاسي ثم المستوى الوزاري ومستوى الفنيين ثم الاتفاق مع سيمنز لكي تساند تحديث الصناعة المصرية، ولدينا اتفاق مصري أوروبي قديم سندته ألمانيا لتحديث الصناعة المصرية انتهى أجله، ومن المطلوب تجديد هذا الاتفاق لمواصلة تحديث الصناعة المصرية، ولا شك أن شركة في وزن سيمنز ستقدم الكثير من الخبرات التي نحن بحاجة إليها. أيضا سعادة السفير، هناك بعض الاتفاقات الخاصة بالأمور الاستراتيجية والسياسية وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والأزمة في الأراضي الليبية، كيف ستتخذ خطوات حقيقية للحد من الإرهاب في المنطقة وللحد أيضا من الأزمة في الأراضي الليبية؟ هي محاربة الإرهاب تأتي أيضا في إطار اتفاق المصري الأوروبي للمشاركة، وينص الاتفاق على أن كل الأطراف في أوروبا بما فيهم ألمانيا مع مصر سيحاربون ما يسمى بالجريمة المنظمة، والجريمة المنظمة لها أوجه عديدة، منها الإرهاب، الاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة، المخدرات وغسيل الأموال، كلها جرائم كل منها يخدم الآخر، وأنك إذا ضربت أحد هذه الأوجه للجريمة المنظمة فإنك تؤثر في الأوجه الأخرى. فالتعاون المصري الألماني الأوروبي قائم، وهناك لجنة مختصة تجتمع مرة كل سنة لمتابعة الجهود الرامية لوقف هذه الجرائم، ولا شك أن التعاون المصري الألماني تحديدا سوف يتجاوز هذا بكثير وسيعمق العلاقات، تبادل الخبرات، التعاون بين الجهات الأمنية في البلدين، التزود بوسائل الاستطلاع ومراقبة الحدود،
كلها وسائل متعددة يمكن أن تحظى بها تلك العلاقات من التعاون. ولا شك أن كل اتفاق هذا سوف يؤثر إيجابيا في قدرة البلدين على الحد من الجريمة المنظمة بكافة أوجهها. سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكرك شكرا جزيلا. قد بدأت مصر بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، ونتطلع فيها لدعم قوى من شركائنا وفي مقدمتهم ألمانيا. ويسعدني في هذا الإطار أن أشيد بما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من طفرة في مختلف القطاعات، فضلا عن قيام العديد من الشركات الألمانية بالمساهمة في مشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا. انني اتطلع لان اجل تطوير الشراكة المصرية الالمانية والارتقاء بها نحو افاق ارحب من التعاون الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والالماني الصديقين. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام مصر بمساعدة حكومة جنوب السودان على الاستمرار في القيام بواجبها ومسؤولياتها لتنفيذ اتفاق السلام الموقع الشهر الماضي. وأعرب مدبولي في كلمة له نيابة عن الرئيس السيسي في احتفال جنوب السودان بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام عن استعداد مصر للمساعدة في تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك إنشاء بعض المواقع وتدريب جيش جنوب السودان الجديد، بالإضافة إلى المشروعات التنموية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي يقع على عاتقهما الالتزام بدعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق. جنوب السودان We'll be right back.
تستضيف مصر لأول مرة فعاليات التدريب المشترك درع العرب الأول، والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط خلال الفترة من 3 حتى 16 من نوفمبر المقبل. وتشارك في التدريبات عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لثمان دول عربية، فضلا عن بعض المراقبين. ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتنمية العلاقات العسكرية ومواجهة التحديات المشتركة. وللمزيد من المتابعة حول التدريبات المشتركة درع العرب، ينضم إلينا هاتفيا اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء، أهلا بك على إكسترا نيوز. اهلا بيك استاذ سام، واهلا بالساده المشاهدين، واهلا بزملاء العمل في الاستوديو يا فندم. نتابع في خلال العام المنصرم الكثير والعديد من التدريبات المشتركة التي تطلع بها القوات المسلحة المصرية مع بعض الدول. رأينا هناك تدريبات مع الولايات المتحدة الأمريكية وأخرى مع روسيا، أيضا هناك تدريبات في البحر المتوسط مع اليونان وقبرص، أيضا هناك تدريبات مع المملكة العربية السعودية والإمارات، والآن هناك تدريب مشترك جديد هو درع العرب. ما هي جدوى هذه التدريبات، ولما الآن البداية في تدريبات جديدة تحت مظلة العرب ودرع العرب الأولى؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نتفق أن موضوع التدريب المشترك لا ينبت من بين يوم وليلة، لا، هو إجراء مرتب ومخطط منذ بداية العام التدريبي. يعني ما فيش دول بتفاجئ ناسها ودول بكرة هنتدرب تدريب مشترك، الموضوع مخطط مطبقا. والتدريب المشترك بين الدول ده بيبقى قمة أنواع التدريب. التدريب بيبدأ فردي بكل تخصص لوحده، ثم تدريب مساحة مشتركة لكل دولة عشان نصل إلى قمة تتويج هذا العمل بالتدريب المشترك. وبالذات التدريب بيتم درع العرب أول مرة بمشاركة كل الأفرع الرئيسية، بحرية جوية دفاع جوي والقوات البشرية والقوات البرية. المهم أوي نقول إن التدريب المشترك زي ما حضرتك ذكرت بلاد متعددة بيضيف إلى كل دولة جديد في حياتها، إما تسليح معلومات عن السلاح، تكتيكات جديدة، خبرات مستفادة. طيب العرب الحقيقة أرجع من أكثر من سنة أما سعوا إن يتعمل اتفاقية دفاع مشترك عشان يبقى فيه قوة واحدة بتتكلم لغة مشتركة وفهمة فهم واضح تحقق ما يأمله وما يطمح ليه العرب ومسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم. كل الأمر ما تمش بصورة أو أخرى فمن باب أولى بقى. وإذا كنت أنا بتدرب مع الاتحاد السوفيتي، بتدرب مع روسيا، وبتدرب مع أمريكا، وبتدرب مع الصين، وبتدرب مع دول أوروبا، من باب أولى إن أنا أتدرب مع الدول العربية، وخاصة إن ما يهدد مصر هو يهدد نفس الدول، إن الخطر الكائن واللي بيزحف عندي على أرضي وأنا بلم فيه تدريجيا هو خطر هيستشري في الدول العربية وهو الإرهاب، لأن الإرهاب له هدف عايز يوصل له وهو تقسيم المنطقة بالكامل إلى جزيئات ودويلات. من هذا المنطلق إحنا بقالنا خبرة وباع طويل عدة سنوات بنحصر الإرهاب ونلم شرازمه ونأمن بلدنا وحافظنا على بلدنا منعا لنهبها وكسرها وتقسيمها. قد يكون الأمر في دول أخرى الإرهاب انتشر وشاف دوره. دايما بنقول للدول العربية مدركة أن الإرهاب أما اختار مصر ما اختارش مصر بس وهيبقى بمنأى عن هذه الدول وبعيد عنها، لا، الإرهاب له هدف، اللي وظف الإرهابيين واللي مول واللي ضرب واللي وفر المعدات والعربات والذخائر والأسلحة والأموال ومدبر ده كله عشان هدف محدد. لابد من خلق الشرق الأوسط الكبير اللي الناس جريت عليه من سنين طويلة. الإرهاب هو الوسيلة الوحيدة والأداة الرئيسية لتنفيذ هذا المخطط، تقسيم دول المنطقة العربية إلى دويلات وتحقيق الشرق الأوسط الكبير اللي كان تركيا متخيلة إنه هيبقى بمثابة الإمبراطورية العثمانية الجديدة وتحت سيطرتها وإشرافها عوضا لها عن دخولها الاتحاد الاوروبي. هذا الامر لا اوروبا هتاخدها ولا هتنجح ان هي تعمل اللي بتفكر فيه ان هي تستعيد وتقسم المنطقه وتاخدها
بدل الدوله 5 و6 بدل ما 22 دوله هيبقوا 50 60 دوله وتطيح الامبراطوريه العثمانيه فيهم مره اخرى. ما هو اردوغان مجمد الاخوان يعني اردوغان الاخوان حاليا في مرحله فريزنج منتظرين الخطوه القادمه والخطوه القادمه هيتحركوا ازاي. هيتحركوا مجالهم مش مجالهم اوروبا دلوقتي، لا مجالهم دلوقتي لا زال الدول العربيه والمنطقه العربيه اللي احنا فيها، ومن باب اولى المنطقه اللي فيها خيرات واللي مش قادرين يقتربوا منها وهي دول الخليج والاردن ومصر. طبعا ما حدش هيعرف يقرب منها ان شاء الله. دول الخليج من حقها ان هي تستفيد وتسترشد بكل خطوه وكل شهيد من مصر يجب ان الدول تستفيد منه عشان ما تتكررش الماساه واقلل حجم الخسائر وحجم ما يمكن ان يتم في المرحله القادمه. كل قوات بتستفيد من الاخرى. انا بستفيد بعرف فئتهم سلاح جديد شكله ايه؟ لو عندهم تكتيكات جديده دخلت شكلها ايه؟ هما بيستفيدوا مني بياخدوا مني كل تدريب وخبراتي العملياتيه في العمليه سينا 2018 بيضه مقشره بياخدوها جاهزه عشان اجنبهم كل مخاطر الارهاب اللي انا وقعت فيه واللي انا عشرته خلال السنين اللي فاتت. ودي مسؤوليه مصر. لازم تعرف يا استاذ حسام انتوا عليكم مسؤوليه شئتم او لم تشاؤوا. واعرف اما سيدنا رسول عليه الصلاه والسلام قال خير اجناد الارض مش يعني خير جنود، لا خير اجناد يعني خير مساعدين واعوان ومؤيدين ومناصرين. المشكله انكم في رباط الى يوم القيامه، اللي احنا فيه دلوقتي جزء من الرباط الى يوم القيامه، ليه؟ لان احنا مسؤولين عن نصره الحق والخير والعدل والاديان الحقه مش كما ينتهكها الاخوان وكما يستطيعوا يفكروا انهم يسيروها. ومن دورنا وواجبنا ان الدوله العربيه كل اللي محتاج معاونتنا اضعف الايمان بخبرتنا وثقافتنا وما استفدناه في المراحل السابقه تدين اخواننا العرب عشان اقلل اي لا قدر الله اي خساره عندهم. بكل تاكيد نعرف ان احنا مصريين الدول العربيه دي كان لنا ايد فيها من سنين طويله. سنين طويله من اكثر من 70 80 سنه 100 سنه واحنا بنحط المدرسين والاطباء والدكاتره والزراعيين احنا بنشيل بناخد من الدول العربيه. بكل تاكيد هو تكامل عربي سعاده اللواء. التكامل العربي مهم جدا. بكل تاكيد سياده اللواء ناجي شهود المستشار باكاديميه نصر العسكريه العليا اشكرك شكرا جزيلا. نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة مصر 5 والتي تتضمن إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة الغردقة، وذلك وفقا لكافة إجراءات نظام الاستغاثة والسلامة البحري العالمي. وتهدف التجربة إلى الوقوف على مستوى الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مخاطر تعرض أحد العبارات للغرق والتدخل السريع لانتشال الضحايا وإنقاذ المصابين وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم. نجحت هيئة الرقابة الإدارية في ضبط شخصين لانتحالهما صفة مسؤولين بجهات سيادية بالدولة والنصب على المواطنين. وأسفرت تحريات الهيئة عن انتحال أحد المضبوطين صفة مسؤول كبير بإحدى الجهات السيادية واصطناعه بالاشتراك مع المتهم الثاني مستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات بأختام مزورة بهدف تخصيص أراضي للعديد من المواطنين بمشروع 70,000 فدان بمدينة السادات وكذلك الحصول منهم على مبالغ مالية نظير ذلك. وأضافت الهيئة أنه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما توصلت إليه التحريات، فيما أمرت النيابة بضبط وتفتيش المتهمين، ما أسفر عن ضبط العديد من المستندات المصطنعة والممهورة بأختام منسوبة لتلك الجهات. ناقشت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة أحمد السجيني حضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب الرؤية التنموية للمحافظين. ببقى حريص إن أنا أكون موجود مع حضراتكم لأن لا شك هنستفيد من بعضنا وهدفنا في النهاية إن احنا بنوضح حقائق. زي ما قلنا دي جلسات استماع ومش جلسات استجواب ولا جلسات طلبات إحاطة أو جلسات أسئلة، بالعكس دي جلسات استماع يهم كل محافظ ويهم كل مسؤول إنه يوضح الخريطة بتاعته إيه وخطته إيه وهيعمل إيه معوقات إيه علشان يجد سند
من حضراتكم له. هذه الجلسات وهذه القاعة شهدت اجتماعات لجميع محافظي مصر تحت عنوان يوم المحافظة، يتم استحضار فيها أكبر عدد من طلبات الأحاطة، يشترط فيها التنوع في الموضوع والتنوع أيضا في مقدم طلب الأحاطة. نواب محافظة متنوعين والموضوعات متنوعة، وندعو السيد المحافظ وقد ندعو الوزراء المعنيين أو من يمثلهم ونقعد مع بعض كده بغرض أن احنا نجد حلول حقيقية بعيدا عن المذكرات. لا نذهب إلى إعداد مذكرة إلا إذا كان هناك تشابك في الولايات يستدعي هذا الأمر، لكن كنا بنحل هذا النهج إن شاء الله احنا مستمرين فيه. تعقد وزارة الاستثمار لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع البنك الدولي من واشنطن، حيث سيتم الإعلان عن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2019. نتابع. نشوف أن جمهورية مصر العربية هي من أحد الدول يلي عملت إصلاح السنة لكل بداية النشاط التجاري وحماية المستثمرين الأقلية. نرجع في عنا 5 إصلاحات تم تشغيلها في مجالي تسجيل الملكية، حصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود. وفي بس بلد واحد إصلاح واحد تم تشغيله السنة بالمنطقة على مجال أو على مؤشر استخراج شرف رئيس البناء. نشوف هون السلايد 18 هي أفضل هي لائحة 10 بلدان هالمنطقة بالسنة يلي عملوا أكثر عدد من الإصلاحات وتم تقديمهم، تم تحسين كبير بالنسبة لهم على مؤشر على درجة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. بالنسبة للمنطقة في جيبوتي هي نعم جيبوتي هي من أحد الدول اللي انضمت لائحة 10 الدول اللي قامت على أقوى من الإصلاحات. أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 تحت عنوان التدريب من أجل الإصلاح. ورصد التقرير قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 5 مجالات، هي تأسيس الشركات والحصول على الائتمان وحماية صغار المستثمرين وسداد الضرائب. ولفت التقرير إلى أن هذا يعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تنفذ في مصر في عام واحد خلال السنوات 10 الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات ينفذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام. عقد وزير الاتصالات عمرو طلعت عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بدبي. وأكد طلعت خلال لقائه نظيره السوداني استعداد مصر للتعاون ومساندة الخرطوم في كافة المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقل التجربة المصرية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني. كما التقى طلعت مدير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتي حمد عبيد المنصوري، وشهد اللقاء التأكيد على قوة العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والإشادة بالتنسيق المشترك المتبادل على المستوى العربي والدولي في مجالات الاتصالات. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت اهتمام مصر بالمشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات بدبي ودوره المحوري في ظل الثورة التكنولوجية. وأشار طلعت في كلمته إلى أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، ومنها وضع الأطر الدولية المعززة للاستثمار الخاص بالاتصالات ومنع التداخلات، مؤكدا أن مصر تعمل على تحسين الحياة الرقمية للمواطنين وتلبية احتياجات قطاع الأعمال من خلال توفير بنى تحتية للاتصالات بنى فعالة ومؤمنة، وكذلك التوسع في الحوكمة الإلكترونية وبناء المناطق التكنولوجية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من دبي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت. دكتور عمرو أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا بك يا فندم.
في البداية حضرتك تحدثت عن اهتمام مصر بالمشاركة في مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد والمفوضين من الاتحاد الدولي للاتصالات. المزيد من المعلومات حول هذا المؤتمر وجدول المشاركة فيه. الحقيقة هذا المؤتمر في منتهى الأهمية كما هذه الدورة منه، لأنه كان أحد أهم أهداف وجودنا في هذا المؤتمر هو تعزيز دعوة كافة دول العالم إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي سينعقد لأول مرة خارج جنيف مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، سينعقد أول مرة خارج جنيف في أكتوبر من العام القادم مدينة شرم الشيخ إن شاء الله. هذه السابقة الحقيقة تعكس ثقة العالم في الوضع الاستراتيجي والأمني والاقتصادي في مصر، أيضا تعكس احترام العالم للمنظمات التقنية الموجودة في مجال الاتصالات في مصر، والتي دعت الاتحاد الدولي للاتصالات إلى عقد المؤتمر زي ما قلت لحضرتك في أول سابقة من نوعها خارج جنيف في شرم الشيخ. المؤتمر في شرم الشيخ إن شاء الله سيناقش مسائل مهمة جدا، يحضره من 3000 إلى 4000 من المسؤولين الحكوميين وكبار الخبراء في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهم ما سنناقش المؤتمر في هذه الدورة سيكون المعايير الفنية للجيل الخامس من تكنولوجيا المحمول استعدادا لإطلاقها في 2020 إن شاء الله. ومن ثم هذا المحفل سيكون في منتهى الأهمية، ووجود وعقده في مصر أمر له مدلول خاص جدا. أيضا عقدنا عدة لقاءات. اتفضل يا فندم، اتفضل معك الكلمة. أيضا عقدنا عدة لقاءات ثنائية مع مجموعة كبيرة من الدول استهلناها بالدول العربية الشقيقة، حيث عقدنا اجتماع مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تستضيف المؤتمر زي ما كاتك تفضل. طبعا كان أهم ما دار في اللقاء أطر التعاون الثنائي بيننا وبين دولة الإمارات العربية، بعد ما أعرضنا عن شكر وتقدير للحفاوة وحسن الاستقبال والتنظيم الذي حظينا به. أيضا هنأنا دولة الإمارات على إطلاق أول قمر صناعي إماراتي، وتبادلنا أفكار حول كيف يمكن لبلدينا أن نوثق عرى التعاون في مجال اتصالات التكنولوجيا والمعلومات. أيضا عقدنا لقاء مثمر مع شقيقي وزير الاتصالات في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية السودان الشقيق. أيضا كان هناك مجموعة كبيرة من اللقاءات مع الوزراء الأفارقة، كما تعلم سيادتك مصر على مشارف تولي رئاسة الاتحاد الأفريقي إن شاء الله في مطلع العام القادم، ومن ثم كان ضروريا أن نعقد مجموعة ضخمة من اللقاءات مع الوزراء الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الأفارقة لتداول وبحث نقاط التعاون والمشاريع المشتركة التي يمكن أن تنعقد وتقام بيننا وبينهم في العام القادم. أيضا كان هناك لقاءات متعددة مع وزراء العديد من الدول الأوروبية والآسيوية، منها سويسرا، حيث ناقشنا سبل التعاون في مجال التخلص من النفايات الرقمية، وأسبانيا حيث تحدثنا عن صناعة البرمجيات وكيف التعاون في مجال المدن الذكية. أيضا عقدت لقاء مع وزير الاتصالات الروسي حول التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والوزير الاتصالات من كوريا الجنوبية، حيث اتفقنا على جلب خبراء كوريين للمشاركة في التدريب التقني والفني لشبابنا في مصر، والتعاون في مجال صناعة الإلكترونيات والتصميم الإلكتروني في مجال الحاسبات اللوحية.
دكتور عمرو، أيضا تحدثت عن تحسين الحياة الرقمية للمواطنين المصريين وكذلك تلبية احتياجات قطاع الأعمال للمساعدة في دعم الاستثمار. ما هي أهم المشاريع التي تتخذها الوزارة لتفعيل ذلك، تحسين الحياة الرقمية وتلبية احتياجات قطاع الأعمال؟ أشكرك على هذا السؤال. الحقيقة الوزارة مشتغلة بعدة مشاريع فيما يمكن أن نطلق عليه الشمول الرقمي، وهو أن يستفيد كل مواطن في مصر من تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات تقدم من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات. نعمل على حزمة كبيرة من الخدمات نقدمها تباعا من خلال مكاتب البريد. ربما حضرتك سمعت عن إطلاق خدمة المخالفات المرورية ودفعها من خلال البريد دون حاجة المواطن إلى الذهاب إلى إدارات المرور ونيابتها. أيضا أطلقنا خدمة تلقي المصاريف المدرسية للمدارس الحكومية من خلال البريد، وسنقوم تباعا بتقديم المزيد والمزيد من الخدمات. هذه الخدمات لن تقتصر على مكاتب البريد فقط، ولكن نقدمها بعد ذلك من خلال مجموعة من المواقع الحكومية التي يمكن للمواطن الدخول عليها وتلقي هذه الخدمة. الهدف هو استخدام اتصالات تكنولوجيا المعلومات في تحسين حياة المواطن من خلال تسهيل وتيسير سبل الوصول على الخدمات الحكومية المختلفة، ما نسميه الشمول الرقمي. دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أشكرك شكرا جزيلا. افتتح وزير الانتاج الحربي والكهرباء مشروعات لانتاج العدادات الذكية ومسبقة الدفع بإحدى الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربي. يأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الانتاج الحربي في الشركات التابعة وتعميق تصنيع المنتج المحلي بما يحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة. أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن التعاون مع شركة سيمنز لإنشاء المحطات الكهربائية كان له وجوه إيجابية أخرى مثل تدريب الكوادر المصرية، مؤكدا أن هذه المحطات حققت رؤية مستقبلية من خلال إنتاج فائض للطاقة الكهربائية بنسبة 25%. ثلاث محطات في الأماكن مهمة ومتميزة، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في البرولوس أو بني سويف، وبالإضافة إلى فترة التنفيذ بتاعتها التي تعتبر بكل المقاييس العالمية إعجاز، لفترة سنتين ونص. كمان في نفس الوقت التكنولوجيا العالية جدا الخاصة بيها، يعني أعلى تكنولوجيا موجودة وأعلى كفاءة بتتخطى توصل يعني تتخطى 60%، ممكن تصل 61%، بالإضافة إلى الاهتمام بدخول شركاء محليين مع شركة سيمنز. ده يعتبر إضافة وتوطين لهذه الخبرة في مصر، ده شيء مهم جدا، بالإضافة لتدريب الكوادر المصرية سواء في ألمانيا أو هنا، والاحتكاك بالخبرة الألمانية لما لها من باع كبير جدا في كل المجالات وخاصة مجالات الطاقة. تكلم على 14400 ميجا ودخولها في الفترة البسيطة، ده يعتبر برضو يعني طاقة يعني قدرة كبيرة جدا، بالإضافة إلى يعني في قدرات أخرى يعني تتزامن معها، بحيث تصل يعني بالإضافة ل 14400 إلى 25000 ميجا تم إضافتها للشبكة القومية في خلال 4 سنوات الماضية، وده بما يمثل بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات 25% احتياطي. نظم حزب مستقبل وطن بمركز ديكرنس بالدقهلية منفذا متحركا لبيع البطاطس بأسعار مخفضة تصل لخمسة جنيهات، وذلك ضمن حملة الحزب لمكافحة الغلاء. وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من المواطنين معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص الحزب ومعايشته لقضايا المواطنين وحل مشاكلهم.
دفع حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ بقافلة متكاملة إلى مدينة بيلا لتوفير وبيع السلع الغذائية والخضروات بأسعار مخفضة ضمن مبادرة انتفعنينا التي أطلقها الحزب لمحاربة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن. وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع والخضروات وخاصة البطاطس لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق الحرة والمحال التجارية. تفقد مدير أمن المنوفية لواء سمير أبو زامل معرض كلنا واحد لبيع الخضروات بأسعار مخفضة في مركز شبين الكوم، وأكد المحافظ أن الهدف من المعرض هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ملفتا إلى أن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة. افتتح محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفضيل شوشة معرض الأسر المنتجة بمدينة العريش بمشاركة 40 عارضا وعارضة. وأشاد شوشة بجهود العارضين والمنظمين مؤكدا أنها بداية قوية تظهر قوة الإنتاج المحلي وتنوعه. في انتهاك جديد للسيادة السورية، أعلن الجيش التركي مقتل 4 مسلحين أكراد في قصف مدفعي استهدف منطقة عين العرب السورية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد في وقت سابق بإطلاق عملية عسكرية قريبا في شرقي الفرات بحجة القضاء على الإرهابيين. أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أنه ينوي تعيين الدبلوماسي النرويجي جار بيدرسون خلفا للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل. بعد 4 سنوات من توليه مهمة المبعوث الأممي إلى سوريا يتنحى ستيفان دي مستورا عن منصبه، وبحسب دبلوماسيين فإن استقالة دي مستورا جاءت بسبب تعقيدات الأزمة وعدم وجود أفق للحل السياسي. قاد دي مستورا 9 جولات سابقة في جنيف لحل الأزمة السورية دون تحقيق أي تقدم أو تسوية سياسية، لكن الدبلوماسيين يؤكدون أن المبعوث الجديد سيكمل أجندة دي مستورا فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية. وفي هذا الصدد رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسون لخلافة دي مستورا، وهي الخطوة التي قوبلت باعتراضات من مسؤولين روس مطالبين بالمزيد من المشاورات حول الأمر. يشغل بيدرسون حاليا منصب سفير النرويج لدى الصين، واكتسب الدبلوماسي النرويجي المخضرم خبرته قبل 25 عاما عندما كان عضوا بارزا في الفريق الذي رتب اتفاقيات أوسلو للسلام. وشغل بيدرسون بعدها ممثل الأمم المتحدة في لبنان بين عامي 2005-2008، كما شغل منصب مندوب النرويج لدى الأمم المتحدة بين عامي 2012-2017. وفي حال صوت مجلس الأمن على ترشيح الدبلوماسي النرويجي مبعوثا أمميا في سوريا فإنه سيتولى هذا المنصب 4 أعوام قادمة. ووصلنا الآن حضرة السادة المشاهدين لتذكرة بأبرز ما جاء في هذه الجولة من عناوين. السيسي يؤكد وزير الخارجية الألماني ضرورة التوصل إلى سلام شامل بين فلسطين وإسرائيل. مصر تستضيف للمرة الأولى فعاليات التدريب المشترك درع العرب واحد. تركيا تواصل انتهاكاتها وتقتل 4 أكراد في قصف على عين العرب السورية. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله، سالمين.